حياكم الله مشاهدينا. مثل ما ذكرنا في بداية حلقتنا اليوم راح نتحدث عن غرف الأطفال والمعايير اللي لازم نحطها بعين الاعتبار لما نصمم غرفة الأطفال وحتى أيضا غرف الشباب والمراهقين مع مهندسة الديكور سارة مجدوب. صباح الخير. صباح الورد وهج. يا أهلا وسهلا بالمواعيد المضبوطة. سارة بصراحة موضوعنا اليوم موضوع هام جدا، يعني الأهالي دائما من أكثر الأشياء اللي تحيرهم بالبيت هي غرفة الطفل، لأنه ممكن يقول لك هذا عمر معين وراها لازم نبدلها، نريد شيء يبقى دائم، فاحكينا عن موضوعنا اليوم. شوفي يعني وهج، دائما غرفة كل شخص هي عالمه الخاص، وحتى الأطفال غرفهم هي عالمهم اللي إحنا من الأساس منبلش نبني فيه شخصيتهم، هواياتهم، الأشياء اللي هم بيحبوها. فكتير مهم إنه إحنا نهتم بغرف الأطفال. للأسف أنا ما بشوف كتير مثلا إبداعات أو أشياء بغرف الأطفال، مع إنه كتير إشي مهم. يعني أنا لما أختار ثيم مثلا معين لغرفة الأطفال، بزرع فيهم أو بنمي عندهم حب إشي مثلا معين أو شخصيات معينة. حتى أنا مثلا كمصممة لما أجي أصمم غرف الأطفال بالذات بعطيها اهتمام وعناية كتير خاصة، يعني لدرجة أني بقعد مع الطفل حتى لو كان عمره 3 سنين 4 سنين، بسأله إيش الألوان، بورجيه الألوان مثلا بخليه يختار منها، بورجيه شخصيات بخليه يختار منها الأشياء اللي بيحبها، عشان هذا المكان لازم يكون هو حبه عشان يقدر يقضي فيه أكتر وقت. حلو. غير هيك انه لازم يتوفر فيه كل احتياجات الطفل، يعني مثلا لازم يكون في عندنا ركن اللي هو للدراسه، لازم يكون في عندنا ركن للالعاب، يعني هاي اهم الاسس اللي لازم نراعيها. مظبوط. غرف الاطفال حلو. لازم ركن النوم طبعا هذا شيء مفروغ منه، ركن التخزين الخزانه، وبرضه كثير شيء مهم انه احنا نخلي ركن او زاويه صغيره مثلا للالعاب البدنيه او الرياضيه للاطفال. حلو. هلا حنشوف اكثر بالصور، يلا نفتح الصور واحدة واحدة. هون مثلا عم نشوف انه احنا مختارين ثيم السفينة والقبطان والالوان اللي شوي يعني بتروح للاولاد. وشوفي كيف مثلا تصميم التخت، يعني خرجوا عن المألوف، يعني عادي التخت مثلا من هون زي ما هو رح يكون مريح بس على شكل قارب. فهذا مثلا شيء كثير حلو، يعني هون بنمي خيال الطفل كمان. صح. يعني خرجنا عن الاشياء التقليديه، رحنا لاشياء شوي فيها ابداع. عم نشوف انه نفس الاشياء او الاجزاء اللي بتكون موجوده بغرفه النوم، عندنا المكتب، عندنا البيرو او مثلا احنا ممكن نسميه الدريسر، عندنا الكومودينات، بس مثلا ميزنا شكل التخت شوي بسيطة على فكرة، يعني متوفر، وبرضه بنقدر احنا نعملها، يعني بنقدر اذا ما لقيناها بنقدر نفصلهم. نفصلها. التكلفة شلون راح تكون؟ التكلفة مشابهة، يعني ما بتختلف التكلفة، مشابهة للسرير العادي. هون مثلا كمان ايش شفنا، مثلا ممكن نحط وول بيبر، ممكن دهان، اذا ما لقينا الوول بيبر اللي احنا بدنا اياه للثيم اللي احنا بنختاره بنلجأ للدهان. وفي عندنا هلا ستيكرز، احنا بنختار الشكل اللي بدنا اياه او الكتابات الكلمات اللي احنا بدنا اياها وبنحطها بنلزقها على الوول بيبر. حلو. فبرضه سهل يعني، وكل شيء متوفر، يعني اي مثلا اي شخصيه اي ثيم انا بدي اياه بقدر اني احققه. حلو. نروح للصوره اللي بعدها. حتى اذا بتشوفي العجل مثلا كيف معلق هون، شفت، والسلم، السلم همينه. يعني كلش ملهم، يعني أشياء بالضبط، اشياء حلوه وملهمه و تعمل عندي نوع من التغيير. حلو. هون برضو عم بشوف غرفة لطفل، برضو خرجنا عن الشكل المألوف للسرير، انه عملناه زي كأنه سوفا، بس هو سرير وفيه الفرشة ومريح يعني بالطريقة المعتادة. وبرضو في عندنا الدروج التخزين، هاي كتير مهمة دائما تحت السرير، مفيدة جدا انها تكون. وعملنا اللي هو الديسك، ما يعني شوفي حتى هون الواحد لما يعمل بهاي الطريقه بيكسب مساحه اكثر. صح. عرفتي كيف؟ يعني استغلينا كل مساحه بالغرفه، لانه هلا احنا مثل ما بنعرف اصلا غرف الاطفال كمان ما بتكون مساحتها كثير كبيره، فحلو انه احنا نعرف كيف نستغل المساحات بطرق صحيحه. غير هيك الالوان، يعني هون ما عم نشوف كثير في مثلا
اشياء فظيعه يعني كل حدا بيقدر يعملها. لا لا بسيطه، بس بسيطه، بس الالوان مثلا دخلنا اللون الاخضر مع اللون الازرق مع اللون الخشابي، لوحات بسيطه، الاناره عم نشوف انها بسيطه. مهم جدا انه تكون الاناره بس قويه بغرف الاطفال بالسقف، ويكون في عندنا اناره جانبيه اللي هي مثلا تيبل لامبس او جنب السرير، هاي تكون شوي خافته عشان يعني مهم ان يكون عندنا نوعين، نوع الاناره القويه عشان تعطيهم نشاط، النوع الخافته عشان لما بدهم مثلا يقعدوا يقراوا قصص هيك اشياء مثلا نلجا لهي النوع من الاناره. حلو، يعني يمكن هاي الغرفه قريبه اكثر للكلاسيك الطبيعيه اللي احنا معتادين عليها بغرف الاطفال. مزبوط، بس بترتيب ورتابه اكثر. بالضبط، وشكل التخت عندي برضه هون. هذا اللي كنت عم بحكي عنه انه كثير مهم يكون في ركن للياقه البدنيه او الالعاب اللي يعني مثلا زي هاي زاويه ما بتاخذ كثير من مساحه الغرفه، بس مهم تكون موجوده. صح. اول شيء بتحبب الطفل او يعني الطفل، او مش بس احنا عم نحكي عن مرحله الاطفال الصغار يعني، لا عم نحكي برضه تين ايجرز، بتحبب الاطفال بغرفتهم، مفيده جدا، بتبعدهم شوي عن العاب الفيديو جيمز. انت عم بتشوفي كيف هلا وهج اغلب الاطفال للاسف دمار الالكتروني بده يصير، نعم بصير عندهم ادمان على الفيديو جيمز كل وقتهم، ما عم بيلعبوا العاب فيها انشطه حركة بدنيه. فاحنا عشان نقدر نرجعهم شوي او نطلعهم من اجواء الفيديو جيمز والكمبيوتر كل الاشياء اللي عم بيصير عندهم ادكشن عليها، عم نلجا لهي الافكار بغرفهم، ومهم كثير انه الاهالي كلها تركز عليها. حلو، نروح للصوره اللي بعدها. اذا ننتقل للصوره اللي بعدها برضه عم نشوف هون اشياء كره القدم. هلا مثل ما حكينا مهم انه مثلا نعرف، يعني انا لما اجي بدي اشتغل غرفه اي طفل بساله مثلا انت ايش بتحب نوع رياضه؟ بتحب مثلا كره القدم، كره السله، التنس، ايش مثلا ايش اللي بتفضله؟ بحب اخذ يعني الشيء اللي بحبه واحط له اياه بالغرفه. مثلا هون ممكن نعمل بوستر على شكل كره القدم، ونعمل عندها ركن اللياقه البدنيه. حلو، بهاي الطريقة هون مثلا ممكن نحط على الأرض، طبعا الأرض عم نشوف باركيه، أنا بفضل الباركيه دائما بغرف الأطفال أو حتى في بورسلان زي الباركيه هلا كمان موجود، قطع سجاد صغيرة. هون برضه عم نشوف إنه هون عاملين ثيم كرة القدم، وشوفي ما أحلاها يعني الغرفة. كلش صراحة هاي الغرفة جدا جميلة وكثير بسيطة، يعني برضه نحن عاملين اللي هو زي شكل المرمى بالدهان. هون عندنا استخدمنا الأخضر، استخدمنا الحجر بطريقة معينة، وحطينا الستيكرز والبوسترز للإشي اللي بيحبه الطفل. وهلأ هدول برضو عندنا البفات برضو عم بيتوفر يعني على شكل كرة سلة وكرة قدم. صح. وألوان وبرضو أكو تنوع بها الآن، حتى إذا بتشوفي كيف السجادة برضو زي كأنها ملعب صغير. كأنها ملعب بالضبط. حلو، كله برضو هاي سهل على فكرة تنعمل يعني. هون عم نشوف انه هاي شوي لعمر يعني اكبر شويه، اكبر من الاطفال يعني مثلا تين ايجر، يعني فوق العشر سنين هاي احنا. بالضبط، انه سكيت بورد، الوان رايقه، التخت بيكون شوي اكبر من المفرد اللي هو بيجي عنا مثلا مفرد ونص، او احنا بنسميه الكوين سايز. احنا عنا المفرد، بعدين الكوين سايز، بعدين الكينج سايز اللي هو اكبر سايز حجم. فهون بنروح لا شوي هيك حجم تخت اكبر، رتابه اكثر، ركازه اكثر، ركازه اكثر، الوان هاديه. كثير مهم على فكره نغير غرف الاطفال او يعني مع تغير العمر. اي يعني لما يكونوا مثلا اطفال صغار او بيبيز او هيك مثلا بيكون لهم غرف معينه، لما يبلشوا يكبروا لازم مهم تغير. بالضبط، هذا بياثر عليهم على فكره، لانه برضه مرحله الشباب هي مرحله ببلش فيها الشاب نحكي بتكوين شخصيته، بده نوع من الاستقلاليه. فحلو انه احنا نشعره انه هلا صار عندك عالم جديد، غرفة جديدة لك، من هون بدك تبلش مرحلة جديدة. حلو. من خلال تغيير ديكور الغرفة. نعم، إذا بننتقل على الصورة اللي بعدها، طبعاً كلها عم نلاحظ إنه الإنارات يعني الإنارات إحنا لازم حلقة كاملة صراحة نتحدث عنها. هون مثلاً هذا حمام تابع لغرفة الشباب، يعني كثير برضه مستخدمين أشياء كثير بسيطة بس كثير حلوة، وبس تشوفيها بتحسي إنه هذا حمام لغرفة شاب. حلو.
مثلا حاطين الالوان الماربل كلها. مزبوط، مستخدمين عادي الماربل او البورسلان السلابات، ومستخدمين اشياء بس انه تميزنا بالالوان. هون برضو عم ننتقل لغرفه ثانيه، برضو هون التمييز كان فيها براسية التخت. هلأ راسية التخت كثير بنقدر يعني نبدع فيها، بطلنا هذا الشكل بس المعتاد. صح. اي شكل احنا بدنا اياه بنقدر انه احنا نفصله. فاذا مثلا ما بدنا نعمل كثير ديكورات او اشياء او هيك، عادي مثلا دهان وبس نميز راسية التخت. كثير بتلعب عندي دور لانه السرير او التخت هو يعني المحور الرئيسي بالغرفة. حلو، فحلو اذا كان مميز. هاي شنو؟ هاي برضه غرفة. هلأ بشوفي في عنا كمان وول بيبر صار جاهز، يعني هيك بيكون عليه هاي الرسومات متوفر بالأسواق. وفي عنا وول بيبر للأطفال اللي بيحبوا يخربشوا على الحيطان كتير. هذا ضروري يتواجد ببيتنا بالذات. هاي مشكلة كتير بيعانوا منها الأمهات، فإيش الحل كان إلها؟ إنه إحنا نلاقي ورق جدران بيقدروا يخربشوا عليه، بتفهمي الطفل انه هاد هون هاي الزاوية انت بتقدر ترسم وتكتب اللي بدك اياه عليها. حلو، فبصير هاد زي ديكور له. هون برضو عم نشوف انه هاي غرفة شبابية اكتر. حطينا فيها شاشة الكتب، عملنا بالجبسن بورد هذا الستايل مع السقف مربوط، حطينا بوسترز اللي هو سيارة بي ام دبليو. شوي هيك تحسي انها يعني اول ما تفوتي الغرفه بتحسي انه هاي غرفه شبابيه. شب بنفس الوقت الغرفه رايقه هاديه البرادي سمبل. الالوان اللي هو رحنا للاوليف جرين، هذا اللون زيت الزيتوني. زيت الزيتوني مع اللون الجراي مع الانارات، يعني برضه هي اشياء بسيطه بس انه حلو انه احنا نعملها. طب. يعني بتستغربي وهج، على فكره هاي تكلفتها نفس تكلفه اي غرفه ثانيه، بس بيها روح، بيها فكره بالضبط، بيها ابداع. انا بستغرب انه ليش الناس مثلا ما يروحون للعادي، ليش دائما بيروحوا للاشياء التقليديه؟ هذا الكومفورت زون احنا صعب نطلع منه، او دائره الارتياح دائما نحب نبقى بيها، يمكن صعب التغيير. طب نروح للصوره اللي بعدها. بالضبط. لا انا بشجع انه بالعكس يعني طبعاً. نصير نعمل يعني حلو انه يعني كل مكان بيروح تكون معينه. هاي برضه غرفة كتير سمبل، ممكن تكون لبنوتة أو لبيبي صغير. بس لا، مش بيبي بمرحلة إنه يتحرك لسه، مش نيو بورن. بس برضه كتير سمبل، وول بيبر، إدهانات، التخت كتير سمبل. يعني هاي الأشياء للناس اللي بيحبوا كل إشي هادي. بالضبط. هلا إحنا برضه بالغرف في عنا الستايل الكلاسيكي وعنا ستايل المودرن، وعنا يعني برضه بنروح حسب ستايل البيت. ستايل البيت بنراعي هذا الإشي. هون عم نشوف كيف إنه عنا البارتيشن. عمل لي زي كومفورت زون أو زون بس للسوفا والدراسة، فصل لي يعني الغرفة. حلو. وهون كان عندي السرير مع باقي الأشياء. حلو برضو لما نستخدم إحنا القواطع البارتيشنز، ما بتاخد كتير حيز، بس أنا دايما يعني بأي إشي باجي أصممه بفضل دايما إنه يكون يعني دايما بقسم الإشي لزونات. يعني هذا دايما بيعطي خصوصية، بيعطي راحة نفسية، أريح. هون عم نشوف كيف إنه هاي غرفة مشتركة لطفلين. فبرضو شوفي كيف مثلا خرجوا عن الشكل المألوف. صح. للسرير سريرين جنب بعض، لا كانوا بهاي الطريقة، كان في طاولة بين السريرين. عندي جوارير التخزين، يعني هاي تغييرات بسيطة بس تصنع فارق. نعم. بديكور الغرفة. ألوان كانت نيوترلز، حتى الستائر أو البرادي مو ضروري تكون يعني ستائر، ممكن تكون اللي هي زي هيك رول. ممكن نروح للزيبرا، وهلأ في برضو متوفر منهم عليهم شخصيات، عليهم ألعاب، عليهم يعني أكثر من شيء. هاي غرفة عادي طبيعية زي كل الغرف الموجودة، بس على ما يبدو إنه فيها مثلا ولد وبنت صغار أو توينز مثلا، فحبوا يميزوا هاي الجهة مثلا للبنوتة وهاي الجهة للولد. حلو، هاي الفكرة حلوة. فحلوة الفكرة. وإيش بس هي كانت عبارة عن إنه بالدهان، ومثلا ممكن نحط الاستيكرز للشخصية المفضلة. كتير حلوة الفكرة، وهيك بتجمع يعني بين ومرضية للطرفين. أيوة مرضية للطرفين. نفس الإشي. هاي كمان، هاي برضو ممكن تكون لتوينز أو لولد وبنت صغار.
فجمعوا فيها اللونين نفس الشيء عم نشوف هون، وهون عم نشوف كيف راسية التخت مشتركة، عم نشوف انه الراسية مشتركة والسريرين مفصولين عن بعض. برضه كتير حلوة هاي الفكرة يعني، وجديد برضه هلأ عم بشوفها كتير صارت. برضه هاي غرفة فيها ستايلين، يعني هون عندنا ستايل السرير العادي، هون برضه هذا السرير بس بستايل تاني بغرفة واحدة، فحلو برضو هيك لما تفوتي تشوفي مثلا ستايلين مختلفين، تشوفي ألوان مختلفة، كثير حلو وعم نلجأ له. هون برضو فكرة راسية التخت المربوطة مع الزاوية برضو كثير جميلة وكثير حلوة، وبتحدد لي زي كأنه هاي زون وهاي زون. حلو. برضو هلا جديد من جديد عم نعملها، ووراها بيجي إنارة مخفية. حلو، حبيت هاي الفكرة، بحيث لما تنطفي الانوار بس الاناره المخفيه بتبرز لي الشكل اكثر هون على الجدار. صح. هون عم نشوف غرفه شوي انه زي الغرف العاديه يعني، بس بنفس الوقت انه متفننين براسيه التخت والفراشات المحطوطه وحاطين الاسماء، انه اسم كل مثلا بنوته او كل طفل عندهم. عم نشوف كمان كيف بالثريات اللي هي زي القطن بتكون او زي الغيوم، برضه كثير حلوه الالوان، كثير هاديه. يعني هون هيك في عندنا نوع من الركازه شوي. هاي غرفه ممكن تكون لاخوان او اخوات بس اكبر، يعني بيكونوا مثلا تين ايجرز مش اطفال. عم نشوف كيف راسيه مشتركه، كيف الغرفه عندك تحسيها هيك راقيه وراكسه هاديه. عم نشوف كيف مثلا ستايل الخزانه، عم نشوف كيف كل قدام تخت بنج، بنفس الوقت عم بتحسيها مش زي الغرف العاديه. صح. عم تحسي هيك في نوع، مع انه التغيير جدا بسيط. عم نشوف كمان حتى الثريه اوقات بتضيف فخامه وبتلعب دور ب الغرف بشكل عام، الغرف لأي عمر. أو هون أنا إيش استخدمت؟ هون كان عندي برضو تين إيجر كان بحب كرة السلة. حلو. فاستخدمت له، عملت له بوستر كرة سلة وهو بحب هذا اللاعب، وعملنا تخت كوين سايز كان، وعملنا الكوميدينات والتيبل لامبس بهذا الشكل كتير بسيط على شكل زي كأنها كرة. حلو. وحطينا يعني اشياء ثيم كلياتها كرة سلة. حلو، حبيت بصراحة، يمكن افكار هواية بصراحة انا اطرحها. هاي من الاشخاص هاي نفس الغرفة نفسها. هاي نفس الغرفة كمان الجانب الاخر بالضبط، يعني هاي جنب السرير. هون حطينا، هو من نوع بحب يلعب فيديو جيمز، فبده هيك الكرسي تاع الجيمرز وبده المكتب والشاشة، فعملت انا زي ثيمين موجودين. يعني حتى من طريق الإنارة والإنارة المخفية اللي تحت، يعني صارت زي كأنها كيف محلات الكاونتر سترايك وهاي الألعاب. كلش حلوة فعلاً. شكراً لك سارة على الأفكار الحلوة، وإن شاء الله كل مشاهدينا استفادوا منها، وأكيد نشوفك بحلقات قادمة. شكراً كثير.